من المعلومات الهامة اللي تم الاستقرار عليها طبياً خلال الآونة الأخيرة إن قلب المرأة أصغر في الحجم من قلب الرجل، وإن ضربات قلب المرأة أسرع من الرجل بمعدل يصل إلى 7 أو 8 ضربات في الدقيقة، وإن شرايين القلب لدى المرأة بها تعرجات ولديها حماية فسيولوجية. ويمكن هذه الاختلافات هي أحد التفسيرات في عدم تشابه الأعراض المرضية للقلب في المرأة والرجل. بالرغم من أن نوع التعب بيكون واحد، لكن الأعراض بتبقى مختلفة. طب إيه صحة هذه المعلومات؟ وإيه هي أوجه الاختلافات في الأعراض المرضية للقلب عند المرأة والرجل؟ ده بجانب تفاصيل تانية كتير هنعرفها من ضيفتنا الدكتورة جميلة نصر، أمين عام جمعية القلب المصرية ورئيس شعبة الوقاية. دكتورة جميلة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، وأنا دايما بكون سعيدة أن أنا أكون بشارك في برنامج الحكيم في بيتك. السعادة ليا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. والله إحنا قلنا كلام عن اختلاف يعني فيسيولوجي في قلب وشرايين القلب بتاعة المرأة عن الرجل، وهو كلام حقيقي جدا. يعني حضرتك أنا بقول إيه، هو نبص على قبضة الإيد بين الراجل والمرأة، فالفرق بين قبضة الإيد حجم القلب بيكون في حجم قبضة الإيد. فالحقيقة يعني حجم القلب بيكون أقل من في المرأة عن الرجل طبعا، وزي ما حضرتك بتقول إن النبضات بتكون أسرع في المرأة شوية عن الرجل. يمكن يا دكتورة احنا اتقابلنا قبل كده واتكلمنا على معدل وفيات المرضى اللي هم عندهم قلب، وقلنا ان دي ممكن تكون السبب الرئيسي للوفاة في مصر او في العالم. طبعا. هل المرأة بينطبق عليها الكلام ده برضو؟ ينطبق عليها تماما، لان انا هقول لحضرتك، هو في ناس بتبقى متخيلة ان المرأة اقل عرضة للاصابة بامراض القلب، ودي مش حقيقية خالص. في نقطة إن هي السبب الرئيسي للوفيات في المرأة هي أمراض القلب وليست الأورام. يعني كل الأورام مجتمعة بأنواعها بتكون أقل من أمراض القلب كسبب للوفاة عند المرأة. يعني لازم نحطها في الاعتبار طبعا. المرأة والرجل بيشتركوا في هذا في هذه المعلومة يعني الغير سارة، خليني اقولها كده بالظبط. يعني احنا عايزين نقول ان امراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم كله، سواء للراجل او للست. وهل ده برضو بينتج عن امراض وراثيه او وراثه؟ لان احنا برضو اتكلمنا على ان امراض القلب ممكن يكون فيها جزء وراثي. طبعا الوراثه بتلعب دور كبير، بس يمكن الوقت يعني العمر اللي بتصاب بيه المرأة بأمراض القلب بيكون في سن متقدم شوية عن الرجل. يعني الرجل بيصاب بأمراض القلب بدري شوية، ده يكون سبب. لكن طبعا العامل الوراثي ده مهم جدا في كلاهما.